مع حضراتكم وهو الحديث عن حقوق النادي الأهلي في صفقة عبد الله السعيد. أنا أتذكر يوم 4 يناير عندما تم قيد عبد الله السعيد يوم الجمعة في توقيت كذا، وقلنا إلكترونيا والناس قعدت، وحد طلع وقال لك مفيش حاجة اسمها أنتم يعني إن إلكترونيا ده بيقيد، كل لعيب بيقيد إلكترونيا، ولكن احنا قلنا الكارنيه طلع ازاي، وطلع رئيس منطقه بني سويف قال لك احنا شاهد ما شافش حاجه، وبعدين تم اقالته امبارح، والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده كله. ولكن وسط كل هذا مجلس اداره النادي الاهلي بيسعى دائما للحفاظ على حقوق النادي الاهلي، وبالتالي النادي الاهلي من اول يوم او من يوم 5 يناير تحديدا او 6 يناير وهو بيسعى، الناس بتتكلم والناس بتقول كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن اللجنة القانونية ومجلس إدارة النادي الأهلي بيسعوا للحفاظ على حقوق النادي الأهلي، بعتوا جواب لفريق أهلي جدة، بعت جواب للاتحاد المصري، وقد يكون هناك خطوات تصعيدية أخرى ممكن تحصل للحفاظ على حقوق النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي والنادي الأهلي كاسم يعني. فعشان كده بقول لحضراتكم إن تم تقديم شكوى يوم 5 يناير، ده بالفعل تم وحصل، يعني الموضوع ده حصل 4، تم تقديم شكوى يوم 5، والكلام مثبت بالتواريخ، مش كلام وخلاص، كلام مثبت بالتواريخ. وبعدين يوم 5 الإدارة يوم 8 أرسلت خطاب لنادي أهلي جدة تطالب في أهلي جدة أو إدارة أهلي جدة بالحصول على المستحقات المالية الخاصة بالنادي الأهلي بسبب بيعه إلى نادي من نادي أهلي جدة، أو انتقال عبد الله السعيد من نادي أهلي جدة لنادي بيراميدز. كل بقى ما يدور في هذا الموضوع وكل الامور اللي بتدور في هذا الموضوع، احنا كنا بنتكلم في حق ده، واحنا وده كان بيتكلم في حق ده، ومش عارف ايه هنا وايه هنا وايه هنا، ولكن في النهايه النادي الاهلي له مجلس اداره قوي، له لجنه قانونيه قويه بتحاول ان تحافظ على كل هذه الامور، مش بتحاول، هي بتموت نفسها عشان تحافظ على هذه الامور. وبالفعل زي ما قلت لكم ارسلوا خطاب يوم شكوى يوم 5، ويوم 8 تم ارسال خطاب لاهلي جده، وبالتالي النادي الاهلي دايما بيحافظ على حقوقه او بيحاول يشوف حقوقه ايه. 2 مليون دولار هيفرقوا طبعا، فلوس هتخش لاداره النادي الاهلي يستطيع من خلالها ان هو يحدث من اجهزه، يشتري حاجات، يعمل انشاءات جديده في اي فرع من فروع النادي، يطور من حاجه هنا، يطور من حاجه هنا، فحاجات كتيرة جدا ممكن تتعمل، مبلغ ومن حق الجمعية العمومية ان هي تحصل عليه، وبالتالي هيفضل النادي الاهلي يحارب على هذا الموضوع من اول دقيقة لغاية اخر دقيقة. زي ما قلت لكم هنرجع برضو للدقيقة 90 في كل شيء. طيب